والله قمة في الذوق والأداء الجيد وترتيب معين، وما كان في مر يوم إلا قاعد يتشيكون على الحرارة يتشيك. وأمانة يعني كل ما كنا نتصل نقول والله مثلا فينا ربو وفي شيء، على طول يعني دكاترة يجون يأخذون الحرارة يتشيكون، يعني ما قصروا أمانة، ما قصروا يعني الواحد لازم يشكرهم لأن جهود جبارة صراحة، والعدد كبير مو صغير، وفي كبار بالسن وفي صغار وفي ها، يعني ما قصروا أمانة يعني من كل النواحي، من حيث يعني أقرب شيء يعني مصبغة، يعني شو حتى ما خلوك تفكر ملابسك في كل شيء، غطوا العالم يعني جميع الخدمات عطوك، يعني بس إنه يبي له صبر، الموضوع كان يبي له صبر وتحمل، والحمد لله عدت على خير.